السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هزال كايا وتوبا بويوكستين في مسلسل فتاة النافذة. هزال كايا المرشحة لبطولة مسلسل فتاة النافذة من إنتاج شركة أو جي ميديا. قصة المسلسل تدور حول فتاة اسمها لانا تعيش. هذه الفتاة في اسطنبول لا تحب الخروج من منزلها، لكن هذه الفتاة لديها شغف في مراقبة جيرانها وإثنائه. مراقبة جيرانها ستشاهد جريمة قتل ستقلب حياتها تماماً. والممثل ميتان أكدوردير مرشح لبطولة المسلسل بجانب هازال كايا. وافقت النجمة التركية توبا بويوكستين على المشاركة في بطولة مسلسل جديد سيتم عرضه على شاشة المنصة العالمية نتفليكس وسط حالة تفاعل واسعة بين الجمهور، ليتصدر اسمها قائمة الأعلى تداولا على تويتر تركيا. والمسلسل مقتبس من الرواية الرومانية الأكثر بيعا في السوق فتاة النافذة. ستكون شخصية توبا اسمها نالان قصة المسلسل. نالان امرأة لديها مشاكل مع عائلتها ومتزوجة من شخص لا تحبه، لهذا ستقوم بخيانته والوقوع بحب رجل فقير الذي سيجعلها تعيش نفس أوجاع الماضي. Na 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 na.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.